بالنسبه للمستجدات يعني تعطات الانطلاقه الرسميه ديال الاشغال ديال اعاده البناء، تعطوا التصاميم التراخيص باش تبدا اعاده تاهيل واعاده البناء. يعني كاين واحد النسبه اللي حاليا بداو في الاستفاده، لا بالنسبه للتعويضات ديال البناء، لا بالنسبه داك التعويض الشهري، وباقين باقي الباب ديال الشكايات مفتوح، باقين اللجان ديال بيرو ديتيود اخري تيدورو تيشوفو وتيعاودو يتاكدوا من الحالات ديال المنازل. يعني الاغلبيه ديال الناس الان يعني الحمد لله راه بداو تيستافدوا، في حين ان كاينين باقي باب الشكايات مفتوح وباقي الشكايات تيطريطو. يعني خلال تواصلنا مع السلطات المعنيه قال انه ما حد باقي اللجان تيدورو، باقي الشكايات يعني هذا الشيء راه مازال ما توقف، وكل شيء ان شاء الله غادي يستافد على غير كما المدن كما القرى. هو الأسبقية على حد علمي أن الأسبقية تعطات للقرى، خاصة القرى الجبلية نظرا لبرد القاريس والثلوج اللي على الأبواب، لكن إن شاء الله يعني نتمنوا خير يعني على حد قول السلطات المعنية، هذا بأن إن شاء الله كل شيء غادي يستفد، غير هي مسألة وقت. إيوا فعلا احنا كما شفنا يعني في البداية ديال الزلزال كان كل شيء تعاون، يعني كان مساعدات كثيرة تبارك الله من جميع أنحاء المغرب بل حتى خارج المغرب. الناس كانوا تستفدوا من مواد غذائية، أفرشة، أغطية إلى آخره. دابا حاليا يعني المساعدات يعني قليلة بزاف، بل نقدر نقول أنها انعدمت. كيف الآن يعني الناس معتمدين على رسوم، يعني الواحد بحال كما كان عايش في منزل، عايش في خيمة، يعني معتمد على راسه أنه يجيب القوت اليومي دياله، أنه يخدم على راسه. غير هو فعلا خاصة التفاتة لأن الناس يعودوا النظر، يعني ولو أن استفدوا ربما راه كاينين الناس مازالت يعانيوا خاصة في البرد، خاصة أن كاينين دراري صغار، كاينين حالات المرض، خاصكم واحد الالتفات من المجتمع المدني خاصة، ماشي غير نتمنوا السلطات أنهم يديروا، يعني كل واحد يد في يد باش أننا نحاولوا نساعدوا هاد الناس هادو قدر المستطاع. Capri.